أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. أهلا بكم في إبن سيوم ما شاء الله مع الكورية الأنيقة اللي انت رجمها الأكثر شيوعا والأكثر أداء والأكثر نعومة والأكثر انتشارا والأقل في استهلاك الوقود والأكثر مبيعا ما شاء الله. اللي انت رجمها 2007 أوتوماتيك فابريكا بالكامل معادة ملحوظة في الرفرف ما شاء الله. تنزل سارة بيه محرك 1.6 1600 سي سي ما شاء الله 121 حصان ل 45 نيوتن بي وزن طن و 250 كيلو جرام اداء ونعومه وقوه واعتماديه ميدين كوريا الهنتر الجمل ما شاء الله 2007 شايفين الحاله في نغزه بسيطه هنا وجزء بسيط هنا في بول ما شاء الله ما شاء الله الحاله الهنتر الجمل 2007 فابريكا بالكامل ما شاء الله حاله الدهانات ما شاء الله الحل ما شاء الله ما شاء الله حل كثير اهي نفسه كامل بدون اي خدش مسمار الزيرو هتاكد من العلامات دي علامات تبين المصداقيه في الفابريكا منور عم ياسر محرك 1.6 1616 سباق ما شاء الله حالة الزيرو 121 حصان 145 نيوتن بي اكسلريشن 12.7 واستهلاك الوقود 7.9 7.9 خزان الوقود عندي 50 لتر ما شاء الله زر الحقيبة خلفية الساعة عندي 430 لتر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الحلقة ما شاء الله على الحلقة ومية وثلاثة لتر ساعة خلفية بخزان وقود عندي 50 لتر 50 لتر اشتري بثقة كل دخل السيارة تنزل السيارة ب تيس 5 سبيد مع وقود حامل اكواب شاحنة 12 فولت ولاعة ما شاء الله مع انذار نظام انذار امان وزن سارة 250 كيلو جرام مع قاعدة عجلات 2.65 ما شاء الله نعومة واقتصادية والاقل في استهلاك الوقود بمعدل 7.5 منتصل تليفوناتكم 0-102-3-4-1-2-3-5 0-106-49-49-4-49 0-153-53-012 أو متابعتنا على انستجرام فيسبوك تويتر لينكد ان تليجرام وفق الختام وفق السماعة في موضوع توعدون.